رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم جبت لكم وصفة اللي متعودين دائما نخدموا بها، يعني وصفة هديتها جداتنا أمهاتنا اللي دائما كما قولوا كبرنا عليها وإحنا صغار، طيبوها خاصة في فصل الصيف. شتيتها بطاطا بالصلصة الحمراء. بالنسبة لهذه الوصفة واش راح نحتاج؟ هنا عندي 4 حبات بطاطا قطعتهم إلى مربعات يعني متوسطة. هنا عندي 2 حبات طماطم متوسطة. هنا عندي الدرسة يعني ضروري جدا، شتيتها بطاطا نخدموها بالدرسة. هنا درت حبة عثوم كاملة يعني 8 سنين تاع الثوم، ضفت لهم راس فلفل دريس حار صغير ودرت له شوية ملح ودرسته مليح في المهرز. هنا راح نحتاج إلى ملعقة طماطم مصبرة، نحتاج هنا ورق تاع الرند، هنا نحتاج نصف ملعقة تاع السكر يعني باش ما تكونش حمضة بزاف لأنه راح ندير لها طماطم، فلفل كحل، شوية زنجبيل فقط. اللي يحب يعني كمون يقدر يدير له رشة، يعني يبقى دائما اختياري. إذا نروحو لطريقة التحضير. إذا هنا كما راكم تلاحظوا في التنجرة تاعي درت شوية تاع الزيت، هنا تقريبا ملعقة ونص. مباشرة نجيب الدرسة تاعي نقليها مليح في الزيت، يعني ما نخليهاش تتحرق، زي يعني الفرن يكون على نار متوسطة باش ما تحرق لناش هذيك الدرسة. بعد ما تقل شوية هذيك الدرسة راح نجيب البطاطا ونبدا نحط غير بشوية ونخلط. تجينا سهلة باش نخلطوها. إذا نخليها تتقلى يعني تتحمر شوية في الزيت، يعني تقلى شوية مع هذيك الدرسة. هنا قبل ما تحرق لي هذيك الدرسة واش راح نعمل؟ نجيب الطماطم اللي كنت سكرفشتها، يعني قبل ما نبدا نخلط نضيف التوابل، نضيف الطماطم المصبرة. هنا نبدا نخلط جيدا، نخلط مليح هذيك البطاطا يعني حتى يدخل فيها كامل المكونات اللي درتهم هنايا، يعني الطماطم المصبرة والطماطم اللي سكرفجناها والتوابل كامل. نخلط جيدا ونخلي يعني هذا اشوفوا تجي فيها هذيك المرقة تاع الطوماطيش، هذيك الماء تاع الطوماطيش، يعني نخليها تتجمر مليح في الماء هذيك تاع الطماطم ونرجع فيما بعد. إذا كيما راكم تلاحظوا هنايا، هنا بعد ما جمرت البطاطا تاعي مع لاصوص طوماط، الآن راح نمرقها بزوج كيسان تاع الماء هكذا، يعني حتى وين تتغطى فقط البطاطا. لاحظوا يعني باش تتغطى فقط البطاطا، ما نعمرهاش بزاف بالماء لأنه شتتها بطاطا تجي مجمرة ما يجيش فيها بزاف تاع المرقة. ثم راح نضيف لها ورق تاع الرند، من هنا عندي 2 ورقات صغار، إذا عندكم ورق كبر يعني ديروا وحدة فقط. إذا نغلقوا عليها ونخليها حتى طيب ونتلاقاو إن شاء الله بعد ما توجد شتتها تاعنا
بقاو معنا. دونك كيما راكم تلاحظوا شتي تحبه الارضه تاعي هنايا راهي واجده، تجي مجمره، تجي الله الله، واحد الرائحه راهي تطلع. ديما نقول لكم والله ما شاء الله. انا هنا قدمتها مع خبز الفطير، تنتكل مع خبز الفطير ولا هكذاك سخون ولا مع المطلوع، تجي الله الله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا ها اليوم، ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم، ديروا جيم للفيديو. وإلا حبيتوا الوصفة تاع خبز الفطير تلقاو الوصفة تاعو في صندوق الوصف. أيضا راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.